أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف النبيين وخاتم المرسلين وبعد فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يبشرنا بقدوم رمضان فيقول لأصحابه وللأمة جمعاء أتاكم شهر رمضان أتاكم شهر عظيم يغشاكم الله فيه فينزل فيه الرحمة ويحط الخطايا ويرفع الدرجات ويستجيب الدعاء فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم هذه الرحمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه عندما يدخل هذا الشهر العظيم، نسأل الله عز وجل أن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا في هذا الشهر العظيم المبارك حتى يكون رمضان شاهدا علينا شاهدا لنا يوم القيامة وليس علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.